هل نقدر نوصل فتحة الشرج بالمنظار العلوي؟ الإجابة لا. كثيرين من متابعيني أجابوا الإجابة الصحيحة، بس في وحدة بتقول بالمنظار العلوي أتوقع صعب، لأنه الأمعاء الغليظة لحالها ممكن يوصل طولها متر ونص وبتأخذ وقت، إلا إذا كان منظار سفلي بيكون أسهل. صح كلامها، القولون طوله 150. بالمنظار العلوي نفحص فيها المريء، المعدة، والاثنى عشر. الاثنى عشر وهو الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة، لطولها 7 متر. الأمعاء الدقيقة مكونة من 3 أجزاء: الديودينم أو الاثنى عشر، الجيوجينم، والإيليم. بس هل نقدر نوصل للأمعاء الدقيقة؟ الإجابة نعم. في عندنا منظار معين لفحص الأمعاء الدقيقة عن طريق الفم أو عن طريق فتحة الشرج. في حالة المريض كانت عنده أي نتوءات أو زوائد لحمية أو كانت عنده التهابات، ونضطر ندخل بمنظار معين إلى الأمعاء الدقيقة. سلامتكم يا رب.